لسنا ضد الترفيه، بل معه إذا كان وفق الضوابط الشرعية قولا وفعلا، وليس مجرد جملة تنطق ولا تكتب لتمرر تحتها أمور يدرك العامي الغيور أنها لا توافق الشرع. لسنا ضد الترفيه، ولكننا ضد سلخ المجتمع من هويته باسم الترفيه، وضد ذبح الحياء واغتيال المروءة وجلب شذاذ الآفاق وفساقهم باسم الترفيه، لتتفتح أجيالنا الناشئة على تلك النماذج الساقطة التي لا يشرف كل مواطن أن تطأ أقدامهم بلاد الحرمين الشريفين، فضلا عن أن يصدروا على أنهم نجوم أم قدوات. كم هو الأثر السيء الذي سيحدثه حضورهم حضور مهرجانات يشترك فيها أناس عرفوا في مواطن أخرى من شذاذ الآفاق والبلاد الغربية بشرب الخمر ولبس الصليب ومعاقرة الفواحش. هذا يا عباد الله تسفيه وتغريب لا ترفيه، هذا سلخ للمجتمع من هويته وجلب لسخط الرب وسبب لعقوبته نعوذ بالله. لسنا ضد الترفيه والله، بل معه في دائرته الواسعة المباحة، وألا نقتحم الضيق منه. لقد ضرب الله لنا مثلا لقرية كانت حاضرة البحر، حرم عليهم الصيد يوم السبت فقط، فنصبوا شباكهم يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد تحايلا على حرمات الله، تركوا مساحة الحلال الذي أبيح لهم في ستة أيام وتسلطوا على يوم واحد حرم عليهم، تركوا أكثر من 85% من المباح وتسلطوا على أقل من 15% الذي حرم عليهم. فماذا كانت النتيجة؟ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب